الهدية النبوية لمن أدمن الاستغفار م. ولزم الاستغفار وكان لسانه رطبا بالاستغفار نعم. أن كل هم في الدنيا لا يقف أمامه يا الله وكل مرض كل كرب م. كل ضيق جفاف الدموع تجفف دموع الحزن بالاستغفار يلين القلب يا شيخ يلين القلب م. تتساهل لك كل مصاعب الحياة تطلع من البيت وما تدري كيف تاتي لك الامور تترتب م. ابناؤك يعودون صحتك يبارك فيها كل باب مغلق ينكسر قفله احبابي يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه وفي روايه ورزق من غير ما يحتسب م. اذا اتى احد الى الحسن البصري فقال اني اريد الولد قال استغفر اخر يريد التجاره استغفر لما احبابي لان كلمه استغفار معناها انك تحقق العبوديه للملك الغفار جل وعلا كانك تقول انا عبدك الضعيف اذنب دائما لكن يا ربي سالوذ بجنابك وساطرق بابك وساطلب منك ان تغفر هذه الذنوب التي لحقتني وكم ذنب ذنوب لا حد لها ولا عد شيء نعرفه شيء ما نعرفه أحصاه الله ونسوه ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب أستغفر الله أنه سيغفر سيفرج سيعطيك سيعطيك حتى والله عقلك يأتيه دهشة الله إذا أعطى أدهش العقول الله إذا أعطاه يدهش عقلك من كيف؟ طيب يا شيخ هذا كربه، أنا مريض مرض، أنا مديون نعم. أنا ولدي ضال، أنا ألزم الاستغفار، أنا عقيم، الأطباء يقولون لا ولد ما يمكن في حمل، ما في حيوان منوي، ما, ما, ما يوجد بويضة، ما يا أخي الحبيب استغفر استغفر هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر وعدك أن يفرج كربك. الله أكبر فيا معاشر الأحباب الله الكريم. الغنى بوابته الاستغفار العافيه بوابتها الاستغفار الاكتئاب ذهابه بوابتها الاستغفار الحزن خروجه من القلب بوابتها الاستغفار انشراح الصدر بوابتها الاستغفار صلاح الذريه بوابتها الاستغفار استغفار اللسان مع القلب وليس تحريك اللسان فقط